يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم حلقة خاصة جدا، لأن بنتكلم قبل ساعات قليلة قوي من مباراة اليوم ما بين الأهلي وبيراميدز، مباراة غاية في الأهمية في الجولة رقم 16 من بطولة الدوري العام، فبالتالي هي مباراة صعبة بكل تأكيد طالما هتقابل فريق قوي بإمكانيات مميزة زي فريق بيراميدز. على مدار 60 دقيقة من دلوقتي هنكون مع حضراتكم وكل كواليس ما قبل هذه المباراة الهامة. قبل ما نستفيض في الحديث عن المباراة وعن بعض الأخبار اللي بتخص النادي الأهلي، خلينا نشوف أهم عناوين حلقة اليوم. يلا بينا. الليلة الأهلي في مواجهة قوية أمام بيراميدز. بدون راحة الأهلي يبدأ الاستعداد لطلاء الجيش غدا. اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة القمة في موعدها. البدري يستقر على ضم 29 لاعبا لمعسكر المنتخب القادم. ورابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد انطلاق الموسم الجديد. طيب مبدئيا بس عشان اللي بيسال على مكان اذاعه المباراه او هتتذاع على انهي قنوات، هتتذاع على القنوات اللي هي واخده الدوري بشكل طبيعي جدا، ومش هتتذاع على قناه الاهلي خلاص، بخصوص تحديدا بيان بيراميدز بالامس، وواضح انهم وصلوا للاتفاق مع شركه برزنتيشن. بكل الاحوال المباراه ستذاع على القنوات الطبيعيه اللي هي بتذيع الدوري بشكل حصري يعني. ده بخصوص مباراه الاهلي وبيراميدز، لكن بالتحديد عايز ابتدي مع حضراتكم بقرعه بطوله دوري ابطال افريقيا بتحديد دور ربع النهائي واللي كانت بالامس، واللي اسفرت عن مواجهه النادي الاهلي لسان داونز. مواجهه كان الكل بيتمناها، او مش عايز اقول الكل، معظم جمهور النادي الاهلي كان بيتمناها، لاعبي الفريق او بعض لاعبي الفريق كانوا بيتمنوا هذه المواجهه، وخصوصا بعد خروج النادي الاهلي على ايد سان داونز الموسم الماضي في نفس البطوله ونفس الدور كمان بالمناسبه. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال الكل بيتكلم على اهميه هذه المباراه وان هي مباراه صقر ومباراه رد الاعتبار. خلينا كده بالراحه نقسمها واحده واحده. انت هدفك الاساسي ايه اصلا من البطوله؟ انك تكسبها. تمام، حلو. انت دلوقتي في دور الثمانيه هتقابل مين؟ هتقابل فريق قوي زي فريق سان داونز. في الاذهان النتيجه بتاعت السنه اللي فاتت وكلام من ده، لكن لازم تقسم اهدافك بشكل جيد. ازاي يعني؟ يعني انا عايز ايه من المباراه؟ انا عايز من المباراه دي ان انا اتاهل لدور نصف النهائي، انا مش عايز اكتر من كده. انا عايز اكسب في مجموع الماتشين والفوز ده ياهلني للدور المقبل في بطوله دوري ابطال افريقيا، لان في الاخر احنا عايزين البطوله، مش عايزين نكسب سان داونز سكور. طبعا اتيحت ليك الفرصه انك تكسب فريق قوي زي سان داونز بسكور كويس، ماشي، لكن مش ده خالص المطلب الاساسي. مش ده المطلوب من لعيبه النادي الاهلي، لا، عشان ما يبقاش الموضوع فيه ضغوط كبيره على اللاعبين ولا حاجه. كجماهير، بالنسبه للجماهير فعلا هي مباراه رد اعتبار. مباراه رد الاعتبار هيبقى من خلال فوزك في المباراه وتاهلك، مش هيبقى من خلال عدد الاهداف، عشان برضو الموضوع يبقى واضح. انت عايز ترد الاعتبار فعلا في هذه المباراه. ازاي؟ انك تعوض خروجك السنه اللي فاتت على يد نفس الفريق اللي هو فريق سان داونز، من خلال انك مجرد بس تفوز عليه وتتاهل لدور نصف النهائي. ده اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي، وده اللي بيركز عليه الفريق والجهاز الفني بشكل طبيعي جدا، وده اللي احنا المفروض كجماهير او كمحبين للنادي الاهلي نبقى مركزين عليه بشكل اكبر. وزي ما قلت لحضرتك، لو فرصه جت لحاجه افضل من كمان انك تتاهل بس، ماشي، خير وبركه، مفيش مشكله، لكن برضو لازم ناكد ان الارقام الكبيره والنتائج الكبيره دي بتحصل مره في العمر، خصوصا مع فرق كبيره زي الاهلي او سان داونز او فرق الكبيره يعني في قاره افريقيا. فالاولويات دايما هي التاهل للدور المقبل، دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، ورد الاعتبار من خلال الفوز على سان داونز باي نتيجه تؤهلك لدور نصف النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن في المجمل البطوله السنه دي بصراحه منتهى القوه، منتهى القوه. كل المباريات في دور الثمانيه تحديدا يعني تحس ان انت ايه، بتتفرج على تشامبيونز ليج اوروبا، مع فرق المستويات طبعا، لكن على اسماء الفرق، اهلي، سان داونز، ترجي، الزمالك، ماتش قوي جدا، الرجاء، مازيمبي، الوداد، نجم الساحلي، فرق كلها خدت بطوله دوري ابطال افريقيا، وفرق كلها قدرت ان هي تسطر تاريخ ليها في افريقيا، واسماء كبيره جدا. لكن خلينا نعرض لحضراتكم شكل
طريق النادي الاهلي في البطوله تحديدا، وده اللي يهمنا بكل تاكيد. الاهلي هيلاعب سان داونز بشكل رسمي خلاص يوم 28 فبراير بعد ما حدد الاتحاد الافريقي ميعاد هذه المباراه. مباراه الذهاب هتكون في القاهره باذن الله يوم 28 فبراير، ومباراه الاياب هتكون يوم 6 مارس هناك في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا. الاهلي باذن الله تعالى لو كسب باذن الله ان شاء الله هيقابل مين؟ هيقابل اللي كسبان في طريقه من الوداد والنجم الساحلي، ايضا هتبقى مواجهه في منتهى قوه ما بين الفرقتين دول، وهتبقى منتهى القوه كمان لما الاهلي يقابل احدى الفريقين. لكن ان شاء الله الاهم ان احنا نعدي اول خطوه، تكسب تلاعب الكسبان من الوداد والنجم الساحلي، وباذن الله تتاهل للنهائي عشان تشوف مين اللي هيقابلك من الناحيه الثانيه اللي فيها اربع فرق ايضا مميزه جدا: زمالك، ترجي، اللي هيكسب فيهم هيلاعب الرجاء او مازيمبي، وبالتالي يتأهل للمباراة النهائية. فدي خريطة أو طرق بطولة دوري أبطال أفريقيا، اللقب الغالي والأهم والهدف الأسمى في الحقيقة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي هذا الموسم، بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي، مسؤولين، جهاز فني، لاعبين، الكل مركز على البطولة دي بإذن الله، وإحنا قادرين إن شاء الله إن إحنا نحقق هذا اللقب الغائب عن بطولات النادي الاهلي او عن دولاب بطولات النادي الاهلي تحديدا على مدار 6 أو 7 مواسم سابقه. انا عندي تقرير مع بعض الصحفيين بيتكلموا عن رايهم في نتائج قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتحديد رايهم في مواجهه الاهلي لصن داونز. نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. طبعا هي قرعه قويه جدا، الاهلي لازم يرد اعتباره من سان داونز، دي فرصه يعني لا تقدر بثمن ان احنا نتحط تاني مع سان داونز. الزمالك كمان عنده قرعه صعبه، والكسبان من مباراه الاهلي وسان داونز هيقابل الوداد او النجم الساحلي، برضو قرعه قويه. الفريق اللي عايز يكسب البطوله لازم يعدي كل الفرق القويه اللي موجوده في القرعه، كل الفرق بدون استثناء فرق قويه. لكن انا فرحان ان الاهلي وقع مع سان داونز، انا يعني ما كنتش ضد القرعه دي، لان الاهلي كمان عدى من انديه شمال افريقيا اللي هي برضو انديه جاهزه اكتر، عندها جاهزيه اكتر، عندها جماهيريه اوسع، فالاهلي عنده فرصه ان هو يعوض الاخفاق السنه اللي فاتت، عنده فرصه ان هو يعدي كمان للدور نص النهائي السنه دي، ويسعد الجماهير بعد الازمه اللي حصلت طبعا في مباراه الذهاب. يعني ده حافز في حد ذاته للعيبه انها، ومعظم اللاعبين اللي تعرضوا للخساره موجودين، فهيكون عندهم الرغبه في الانتقام او في رد الاعتبار، لان بنتكلم طبعا عن الرياضه، فرد الاعتبار من سان داونز بعد خيبه الامل السنه اللي فاتت. مواجهه صعبه جدا طبعا، ما كنتش اتمناها للنادي الاهلي بصراحه، كنت اتمنى مواجهه ثانيه ليه. المواجهه طبعا هتتاثر بعوامل نفسيه كتير، منها الخساره طبعا الكبيره اللي واجهها النادي الاهلي في البطوله اللي فاتت من الفريق، يعني العامل النفسي هيبقى اهم حاجه في النادي الاهلي وللفريق وللتيم كله. اتمنى الجهاز الفني يقدر ياهل اللعيبه نفسيا كويس جدا للمباراه دي قبل ما يدخلها. عامل الصقر من سان داونز بسبب النتيجه، اتمنى ان هو ما يشغلش اللعيبه كتير، وان اللعيبه تدخل المباراه هاديه تركز على النتيجه الايجابيه بس، مش اكتر من موضوع الصقر في النتيجه اللي فاتت. يعني اكيد طبعا يعني المباراه دي هتبقى فرصه كبيره للنادي الاهلي ان هو يحاول طبعا يعوض الخساره الماضيه طبعا ضد سان داونز. اكيد المباراه دي هتبقى مباراه قويه جدا، هيبقى لها طبعا حسابات تانية طبعا مع النادي الاهلي، طبعا هيبقى في حشد جماهيري برده كبير جدا خاص بالمباراه دوت. عايز اقول لك برده ان كان في يعني فئه كبيره جدا من جمهور الاهلي كانوا بيحاولوا ان هو فعلا، او كانوا بيتمنوا ان الماتش يبقى فعلا مع سان داونز، ان هم يحاول يبقى فيه زي رد اعتبار، او زي يبقى فيه بقى الصقر زي ما بيقول صقر كروي. طبعا الماتش صعب، اللي هيزيد برده من صعوبه برده مباراه النادي الاهلي ان الذهاب هيبقى هنا، والعوده طبعا هتبقى في جنوب افريقيا. ربنا يوفقه باذن الله في عبور سان داونز باذن الله، وتخطي العقبه اللي يمكن الناس كلها كانت متخوفه من النادي كلها، رغم ان جماهير كتير جدا من الاهلاويه كان بيتمنوا سان داونز اساسا للمواجهه السائريه اللي حصلت من الموسم الماضي الخماسيه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله قادر على عبور سان داونز ان شاء الله، والتاهل للدور نصف النهائي باذن الله. طيب يعني الاراء في الحقيقه
عكس بعضها شويه، يعني بعض النقاد الصحفيين بيتكلموا في حته ايه، في حته اه كويس ان الاهلي هيقابل صن داونز لان دي فرصه بالنسبه للاهلي ان هو يرد اعتباره وان هو يسقر وكلام من هذا القبيل. البعض الاخر بيقول لا، فريق صن داونز فريق قوي ما كانش لازم الاهلي يواجهه في دور ربع النهائي. لكن الاكيد ايه يا جماعه؟ ان المواجهه خلاص اهلي صن داونز. هل الاهلي ده اسمه قليل؟ لا طبعا، الاهلي اسمه اكبر بكتير جدا من صن داونز، مفيش مقارنه في حجم البطولات ما بين الاثنين لو بنتكلم كتاريخ. لكن على ارض الواقع المنافسه بتبقى في الملعب، المنافسه بتبقى 90 دقيقه دون النظر لاي اعتبارات اخرى. زي ما قلت لحضراتكم وعايز اعيد وازيد في الجزئيه دي بالتحديد، الجيل الحالي هي فرصه بالنسبه له، لان فعلا معظم اللاعبين المتواجدين في فريق النادي الاهلي حاليا هم اللي كانوا متواجدين السنه اللي فاتت في مباراه صن داونز، فهي فرصه بالنسبه لهم ان هم يردوا اعتبارهم في الملعب، بس من خلال التأهل. احنا طالبين منهم التأهل وده هدف رئيسي واساسي، يعني سواء انت كنت هتقابل صن داونز او غير صن داونز انت هدفك التأهل من المباراه يعني في الدور ده. فان شاء الله يكونوا موفقين، ان شاء الله الدعم كله لفريق النادي الاهلي من قبل جماهيره وللجهاز الفني، وهينجحوا باذن الله في التأهل لدور نصف النهائي من هذه البطوله. امبارح يعني ايه بعد القرعه كده او بعد ما اتقال ان الاهلي هيقابل صن داونز، فمسؤولي ومندوبي فريق صن داونز كان في صوره كده يعني نازله بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، ايوه هي الصوره دي، هم بيضحكوا. البعض فسر الصوره دي بشكل خاطئ وان هم كده سعداء بمواجهه النادي الاهلي على ان يعني النادي الاهلي فريق قليل وهم خلاص هيكسبوا. لا طبعا، التفسير الحقيقي للصوره دي ان هم ما كانوش بيتمنوا مواجهه النادي الاهلي، ما كانوش يتمنوا مواجهه فريق كبير جدا بحجم وامكانيات النادي الاهلي. هم عارفين ومدركين جيدا ان السنه اللي فاتت واللي حصل والنتيجه الكبيره اللي فازوا بيها على النادي الاهلي كانت مجرد ظروف مباراه، وعارفين كويس قوي ان الاهلي هيكون متحفز لهذه المواجهه علشان يقدر يفوز ويرد اعتباره من خلال مباراه صن داونز. فده يعني كان ممكن يكونوا متوقعين، فلقوا التوقع بتاعهم طلع حقيقه، فيعني رياكشن طبيعي منهم، لكن مش تقليل اطلاقا عشان الامور بس تبقى واضحه، يعني مش تقليل اطلاقا من النادي الاهلي وامكانياته وجماهيريته الكبيره اللي موجوده في كل مكان، هم عارفين كده بشكل كويس جدا. ده فيما يتعلق بالملف الافريقي واللي احنا حاليا خلال المرحله الحاليه مش مركزين فيه، احنا مركزين في بطوله الدوري لان خلاص بعض المباريات المحليه المصيريه في شهر فبراير المصيري، مش عايز اقول مصيري لكن هو شهر حاسم في بعض المنافسات سواء دوري سوبر مصري دوري ابطال افريقيا، مطلوب منك كل التركيز والجديه خلال هذه المرحله تحديدا، واللي هتقدر من خلالها ان انت تستكمل مشوارك في مختلف البطولات وتحسم بطوله كمان يوم 20 باذن الله امام الزمالك في بطوله السوبر. فخلاص هنقفل صفحه افريقيا مؤقتا بعد القرعه امبارح واتكلمنا فيها خلاص، ونتكلم في اللي جاي. قبل ما اتكلم في مباراه النهارده وبدايه هذا الشهر ومباريات الحاسمه فيه من خلال مواجهه بيراميدز، بخلاف طبعا مباراه الهلال كانت مع اول الشهر لكن دي كانت مرحله وخلصت، احنا بنبتدي مرحله جديده من خلال مواجهه بيراميدز. قبل ما اتكلم عن مباراه بيراميدز اقول بعض الاخبار اللي بتخص نادي الحبيب النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب يطير الى فرنسا لاجراء فحوصات طبيه جديده، وده هيكون خلال الايام القليله القادمه، وبخصوص اجراء بعض الفحوصات الطبيه والاشعاعات هناك في فرنسا للاطمئنان على حالته الصحيه، وهو يعني عودته بعض الالام بالنسبه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. واحنا عارفين ان هو كان عنده يعني زي برنامج تاهيلي نفذه خلال اسبوعين باحدى المراكز الطبيه في فرنسا، وعاد للقاهرة، وفي تواصل دائم ما بينه وما بين الطبيب الألماني والطبيب الفرنسي علشان يعني يتابع تطورات حالته، وهيعود خلال أيام قليلة زي ما قلت حركه لفرنسا. نتمنى له يا رب كل السلامة ويعود سالما بإذن الله لناديه وجماهيره ولبلده بإذن الله كابتن محمود الخطيب. ده فيما يتعلق بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. لكن بخصوص تدريب النادي الأهلي غدا إن شاء الله بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة هيكون في مران بعد انتهاء مباراة اليوم أمام بيراميدز على خير، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة ويفوز. مباراة بالتحديد المران بكرة هيكون بعد صلاة الجمعة، الا اذا بعد المباراه النهارده مستر فايدر كان ليه رؤيه اخرى، لكن بنسبه كبيره هيكون في مران. ليه؟ لان يوم الاثنين على طول انت عندك مباراه ايه؟ طلائع الجيش، فهتبتدي استعدادك بشكل طبيعي. فيما يتعلق باخبار بعض مصابي النادي الاهلي، سعد سمير هيروح او هيسافر المانيا يوم 17 فبراير الجاري علشان يتابع حالته بعد اصابه واتر اكيلس وبعد اجراء الجراحه، ان شاء الله نتمنى له الشفاء، وهيمشي في برنامج علاجي وتاهيلي ابتداه خلاص، هيكون على مراحل
يعني من خلال البرنامج اللي هيضعه الطبيب الالماني، ويرجع ان شاء الله ويكمل برامجه عشان واحده واحده كده يرجع للملاعب. حمدي فتحي كمان بيواصل تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، واحنا عارفين ان حمدي فتحي كان راح المانيا ورجع على طول بعد ما تم عرض حالته هناك في المانيا، رجع وعنده برنامج تاهيلي ماشي عليه بشكل جيد جدا والامور طبيعيه وجيده بالنسبه لحمدي فتحي، احد العناصر المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبيفتقده من الفريق على مدار الفتره اللي فاتت. ده فيما يتعلق بعض الاخبار اللي بتخص الفريق والنادي ككل. طيب نركز بقى على مباراة اليوم، الاهلي وبيراميدز، مباراة غاية في الأهمية. الاهلي بيحاول من خلالها ان هو يوصل الانتصار رقم 13 على التوالي، هيبقى شيء مميز جدا خصوصا في ظل سعي النادي الاهلي للحفاظ على بطولة الدوري هذا الموسم وهو ماشي محليا بشكل اكثر من رائع. بالتالي خلينا نعرض على حضراتكم قائمة الفريق اللي تم الاعلان عنها عقب مباراة الامس والقائمة الخاصة بمباراة اليوم. في حراس المرمى محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، في خط الدفاع أحمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول ومحمود وحيد. في وسط الملعب أو خط الوسط حسام عاشور، عمرو السلية، وليد سليمان، جيرالدو، أحمد الشيخ ومحمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة. وفي الهجوم جونيور أجايي، أليو باجي ومروان محسن. ده فيما يتعلق بقائمة النادي الأهلي لهذه المباراة. خلينا نشوف تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمباراة اليوم أيضا نعرضه مع حضراتكم. بنحاول دايما إن احنا نتوقع، ويعني إحساسي إن توقعنا النهاردة ممكن بنسبة كبيرة يطلع صح. يعني في حراسة المرمى محمد الشناوي أمامه رباعي خط الدفاع، أحمد فتحي ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، واثنين مساكين أيمن أشرف ومحمود متولي. اثنين في نص الملعب عمرو السلية، أليو ديانج مفيش خلاف عليهم طبعا، وأمامهم ثلاثة حسين الشحات، أفشة وأجاييه، وأليو باجي مهاجم النادي الأهلي في مباراة اليوم طبقا للتوقع الخاص ببرنامج كلام في الميديا. لكن هنشوف في الاخر الامور هتبقى عباره عن ايه من خلال تشكيل النادي الاهلي واعلانه من خلال مستر ريني فايلر اللي دايما بيبقى ليه رؤى مختلفه. بالنسبه للبيراميدز نتكلم عن القائمه، قائمه مباراه بيراميدز، او خلينا ماشي نبتدي بالتشكيل الاول. تشكيل بيراميدز هيكون المهدي سليمان، ايضا ده تشكيل متوقع. في رباعي خط الدفاع عمر جابر ظهير ايمن، احمد ايمن منصور ظهير ايسر، علي جبر مساك، وويلفرد كانون ايضا مساك بجوار علي جبر. امامهم نبيل دونجا ومحمد فتحي، وقدامهم احمد توفيق، اسلام عيسى، اريك تراوري، والمهاجم جون انتوي. بيغيب عنهم محمد فاروق، بيغيب عنهم عبد الله السعيد في مباراه اليوم. ده فيما يتعلق بتشكيل بيراميدز المتوقع. طيب خلينا نروح نشوف تقرير مع النقاد والصحفيين بخصوص توقعاتهم لمباراه اليوم ما بين الاهلي وبيراميدز. يلا بينا. طبعا ماتش الاهلي وبيراميدز هيكون من الاختبارات الصعبه جدا للنادي الاهلي في الموسم ده، مواجهه متكافئه هنقول على مستوى العناصر المميزه في صفوف الفريقين، لكن النادي الاهلي طبعا بيتميز باستقرار فني كبير جدا مع ريني فايلر من اول الموسم، نتائج قويه جدا، تصدر الدوري بدون منافسه بفرق كبير جدا عن منافسيه فنيا وبدنيا والنتائج وكل حاجه. بيراميدز برده الناحيه الثانيه عنده عناصر مهمه جدا في كل الخطوط وعناصر دوليه سبق ليها مشاركه في بطولات كبيره زي كاس الامم او كاس العالم، لكن في نفس الوقت الفريق السنه دي بيعاني من تذبذب النتائج شويه على المستوى المحلي، وبرده في تذبذب برده على المستوى الفني. شفنا بدا الموسم بدي صبري ثم مرورا بكابتن زيزو وحاليا انتي تشاتيتش، فطبعا ده الاستقرار الفني في بيراميدز لحد ما مش بنفس الدرجه الموجوده في النادي الاهلي، زائد برده ان نادي بيراميدز تاثر نسبيا شويه بقصه المشاركه في البطوله الكونفدراليه دي، برده اخذت من الرصيد او المجهود البدني للفريق بنسبه كبيره. الماتش المره دي مختلف عن السنين اللي فاتت، بيراميدز السنه دي السكواد بتاعه مش هو زي السنين اللي فاتت، تقريبا مثلث الهجوم المرعب اللي كان عنده خلاص ما بقاش موجود، تعادلات بالجمله مع فرق صغيره، ترتيبهم دلوقتي الرابع، واعتقد ان يا رب يكملوا حتى للمربع الذهبي يعني لنهايه الموسم، وان شاء الله الاهلي هو هيكسب لان بالورقه والقلم هو حقق العلامه الكامله في ال 12 ماتش اللي فاتوا، ومحليا الاهلي ماشي في يعني في طريقه المظبوط قوي، وان شاء الله هو الاهلي
هيكسب. شايف ان المباراه هتبقى في غايه الصعوبه. النادي الاهلي لو قدر ان هو يفوز اعتقد ان هو قدر يحقق بطولة الدوري بنسبة 70%. النادي الأهلي ماشي بشكل كويس قوي في الدوري العام دون خسائر. بيراميدز بعد التغيير المدير الفني وإقالة دي صاب والتعيين المدير الفني الجديد، طبعا هو عايز يحقق يواصل في الصدارة وكده في المنافسة في المربع الذهبي، لكن ده شيء صعب هيبقى في الفترة الجاية لأن في تذبذب في المستوى بتاع بيراميدز. لكن أعتقد إن الأهلي أقوى بحكم النتائج على الأرض الواقع، الأهلي دون هزيمة. طبعا الأهلي مع فايلر في الدوري شكل قوي، وطبعا الأهلي أقرب بأن هو يفوز في تلك المباراة. طيب دي كانت رؤية النقاد الصحفيين والنقاد الرياضيين عن مباراة اليوم ما بين الأهلي وبيراميدز. سريعا بس عايز أعدل حاجة، احنا كنا قلنا إريك تراوري في تشكيل المتوقع لبيراميدز، إريك تراوري خارج القائمة فبالتالي ممكن يكون مكانه إبراهيم حسن لاعب الفريق. طيب بالعودة للنادي الأهلي خليني أتواصل مع زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي عشان يطمننا بشكل أكبر على الفريق قبل ساعات من مباراة اليوم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير، اهلا بيك طبعا وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكالعاده كل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على اخر الاستعدادات قبل مباراه اليوم. خلاص يمكن نقدر نقول ان الاستعدادات انتهت فنيا، وبالنسبه طبعا للمستر ريني فايلر اللي كان الايام الماضيه تحديدا يعني محاضرات الفيديو كانت مستمره بشكل كبير، وكان في بعض الجمل التكتيكيه اللي اوقف في المران الاخير فيها. انت عارف امير المران كان مغلق، لكن من خلال معلوماتنا كان في يعني بيحاول ان هو يطبق فكر جديد في هذه المباراه نظرا طبعا لقوه نادي بيراميدز. ويمكن الجيم مفتوح، يعني نقدر نقول صفحه النادي الاهلي بالنسبه لبيراميدز بقى، والعكس صحيح بالنسبه للتكتيك التشكيلات حتى التغيير كمان بالنسبه للفرقين. فمحتاج ان يكون في شغل فني كبير جدا، وده اللي قدر مستر ريني بايلر يشتغل عليه خلال الايام الماضيه. النهارده يا امير احنا كالعاده طبعا صباح اليوم في فندق الاقامه القريب طبعا كالعاده من الساعه 30 يونيو اللي هيكون عليها هذه المباراه. الحاله طبعا يعني بناكد عليها في كل مره، الكل مركز، الكل عايز يستمر في سلسله الانتصارات والاداء المميز في بطوله الدوري العام. يعني 12 فوز 36 نقطه، ده اكيد بيحمل عبء كبير جدا على الجهاز الفني واللاعبين ان هم يستمروا على الاداء المميز اللي هم بيحققوه. ايضا كمان يكون اضافه الشباك بالنسبه لحراسه المرمى ده امر مهم جدا. لكن النهارده مباراه تكون يعني التكتيك هتكون على اعلى مستوى بالنسبه للفريقين، سواء المدير الفني هنا او المدير الفني هنا، لكن هي اللي هتحسم المباراه امير هي العزيمه والاصرار وقوه لعيبه النادي الاهلي، والهدف الوحيد والاوحد الفوز والاستمرار في الاداء الرائع اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. دلوقتي عايز اطمنك عليهم سريعا امير بالنسبه طبعا للقائمه اللي ضمت 22 لاعب، اجاييه وياسر ابراهيم عايز اكد عليهم بالتحديد جاهزين ان شاء الله لهذه المباراه. احمد فتحي كمان انضم للثلاثي، طمنا النهارده وطمنا امس بالنسبه للتدريب الاخير على حاله احمد فتحي، الكدمه الاخيره والالام اللي كانت في الكاحل، جاهز فنيا ان شاء الله يكون متواجد. اجاييه نزله البرد خلاص انتهت بالنسبه له، يعني مع الجهد الكبير اللي بذل من الجهاز الطبي الدكتور خالد محمود، ان شاء الله باذن الله ياسر ابراهيم يعني لو ليه دور النهارده بالنسبه للمباراه وخلاص يعني يقدر يقول هيربط دماغه كده بلغه الكوره باذن الله يكون جاهز. الثلاثي دول انا كنت باكد عليهم، كنا بنتمنى طبعا يكون نجمنا الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي رمضان صبحي متواجد، لكن ان شاء الله الكل يكون في الميعاد، لعيبتنا تكون النهارده مركزه من اول دقيقه، وربنا كده ان شاء الله امير ودعواتك اكيد ودعوات كل جمهور النادي الاهلي باذن الله يا كريم. بخلاف مباراه اليوم وطبعا اللاعبين اكيد مركزين في هذه المباراه، لكن هل في امامك اي ردود افعال عن نتائج قرعه الامس؟ لا يعني نقدر نقول امير الصوره دلوقتي كلها مصابه في اكيد طبعا يعني بيشغل اكيد جزء كبير جدا من اللاعبين، انت عارف كل اللعيبه طبعا مع المباراه الاخيره مباراه سان داونز. لكن الميزه والامر اللي اكيد بنحيي عليه الكابتن سعد الحفيظ تحديدا والجهاز ان الفصل الكبير والفصل التام سواء البطوله الافريقيه وبطوله الدوري معنويات بتكون مختلفه، بيجددوا على طول بشكل كبير الجهاز الفني المعنويات للعيبه، ولعبتنا فيها لعيبه خبرات كثيره كباتن فرقه كبار يعني شناوي اكرامي وليد سليمان احمد فتحي، يعني شايفين ان انت حد بيحاولوا بشكل كبير ان هم يتكلموا مع كل اللعيبه، وده اللي كان باين الاحاديث كلها بالنسبه لعيبه النادي الاهلي هي في المباراه، لان انت عارف ثلاث مباريات قبل كده النادي الاهلي واجه فيهم بيراميدز مش هنتكلم عليهم على قد ما نتكلم النهارده ان لابد يكون في نقطه من اول السطر والنادي الاهلي يبدا يخوض مشواره الكبير للحفاظ على لقب بطوله الدوري العام بالاستمرار والفوز برقم 13 و14 و15 ويا رب تكون بطوله الدوري كلها فوز للنادي الاهلي ويقدر يحقق رقم قياسي كعاده النادي الاهلي في التحقيق وضرب الارقام القياسيه. باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهاتف وبخصوص اخر استعدادات او مش استعدادات خلاص بقى اللحظات الاخيره قبل مباراه اليوم، وكلنا مترقبين هذه المباراه ودي طبعا الكواليس الخاصه بفندق اقامه النادي الاهلي صباح اليوم،
وان شاء الله يكونوا موفقين. خليني سريعا اقول لحضراتكم بيان نادي بيراميدز، وزي ما قلنا حضراتكم في اول الحلقه ان المباراه خلاص هتذاع على اون سبورت وتايم سبورت بشكل طبيعي. بيراميدز يعلن اذاعه مباراه الاهلي عبر هذه القنوات. اعلن نادي بيراميدز اذاعه مباراه فريقه امام النادي الاهلي في الدوري الممتاز ومقرر ليها في 7:30 مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوي. اوضح النادي ان المباراه ستذاع عبر قناتي اون سبورت وتايم سبورت بشكل طبيعي في موعدها على الهواء مباشره، وياتي قرار اذاعه المباراه بعد الاتفاق المرضي الذي تم بين نادي بيراميدز وشركه بريزنتيشن سبورتس بشان حقوق البث الفضائي للمباريات. ده فيما يتعلق باذاعه المباراه، والكلام كان خلال الايام القليله الماضيه على قرار بيراميدز بعدم اذاعه هذه المباراه. كان واضح وسوء الاتفاق، والاهم من المباراه توزع لان الناس كلها بتبقى عايزه تتابع مباراه النادي الاهلي تحديدا. طيب احنا عارفين ان الشهر ده كله الاهلي عنده زي ما قلت لحضراتكم مباراه بيراميدز، بعد كده هنخش على طالع الجيش، بعد كده تلعب المصري، وبعد كده تلعب الزمالك في السوبر يوم 20 في ابو ظبي، والزمالك يوم 24 في الدوري. بالتحديد ده طبعا قبل ايه مباراه سان داونز يوم 28. بالتحديد مباراه الدوري النهارده الاتحاد المصري لكره القدم اعلن واكد ان المباراه هتقام في موعدها يوم 24، لان كان في بعض التصريحات لبعض المسؤولين في نادي مثلا الزمالك او بعض التوقعات يعني بالنسبه لعدد كبير جدا من الوسط الرياضي بخصوص تاجيل هذه المباراه، لان المسافه والفتره وضغوط المباريات للفرقتين سواء اهلي او زمالك مباراه قويه جدا. يعني الزمالك عنده الترجي في السوبر الافريقي، وبعدين هيلعب الاهلي في السوبر المصري، وبعد كده عنده ترجي تاني او عنده الاهلي الاول وبعد كده ترجي تاني. نفس الحال بالنسبه للاهلي، عنده مثلا مصري بورسعيدي وبعدها تلعب الزمالك في السوبر المصري، وبعد كده تلعب الزمالك في الدوري، وبعد كده تلعب مع سان داونز. فالكل توقع وتنبأ ان المباراه هتؤجل، مباراه قمه 24 هذا الشهر تحديدا في الدوري. لكن اتحاد الكره النهارده اعلن من خلال السيد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وقال ان المباراه في ميعادها وما فيش اي عوائق حتى هذه اللحظه لاقامه مباراه الاهلي والزمالك المؤجله من الاسبوع الرابع. ده كلام اتحاد الكره لحد اللحظه دي، هنشوف هل الكلام هيتنفذ ولا لا. طيب ده فيما يتعلق بمباراه الاهلي والزمالك في الدوري، لكن عندي خبر مهم قوي صراحه، ودايما احنا بنحاول مع بعض كده نعرف اتحاد الكوره حاجات وهي اكيد بتبقى معروفه بالنسبه لهم، الاهم ان هم يحاولوا يقلدوها او ينفذوها. بالتحديد الدوري الانجليزي، احنا لسه في الجوله 25 او 26 في الدوري الانجليزي يعني، تمام. الناس اعلنوا عن ايه؟ اعلنوا عن ميعاد بدايه الدوري الانجليزي الجديد موسم 2020 2021. بيعلنوا عنه امتى؟ قبليها بست سبع شهور. حاجه يعني ناس قمه في الاحتراف وقمه في النظام وكل حاجه يعني في الدنيا. فرابطه الدوري الانجليزي تعلن موعد بدء الموسم الجديد 2021 هيبدا يوم 8 اغسطس. منافسات البطوله الموسم الموجود في نسختها 29 يوم 8 اغسطس، في حين بدات نسخه الموسم الحالي يوم الجمعه 9 اغسطس، يعني تقريبا في نفس التوقيت يعني، فاهم؟ بيتكلموا على صداره الدوري دلوقتي. قال لك ان جزئيه مهمه قوي، احنا عارفين ان الدوري الانجليزي السنه دي ابتدى ايه بالتحديد بخصوص سوء الانتقالات وفتره القيد وكلام من ده. قال لك بمجرد ما الدوري يبتدي احنا مالناش دعوه بالانتقالات في العالم كله، الدوري يبتدي خلاص مفيش اي فريق انجليزي يحق له ان هو يتعاقد مع اي لعيب بمجرد ما الموسم يبتدي. فبالتالي السنه دي يوم 9 اغسطس الموسم في انجلترا، موسم الانتقالات الصيفيه، تم اغلاقه بالتحديد يوم 9 اغسطس قبل اول مباراه. لكن السنة الجديدة هيبقى الموضوع عادي خالص معاك لغاية يوم 1 سبتمبر، تقدر تعيد أي لعيب حتى لو الدوري ابتدى، لأن الناس كتير جدا اشتكت من الأندية في إنجلترا بخصوص هذه الجزئية. لكن اللي عاجبني يعني في موضوع الناس منظمة ودايما بيبقوا إيه حاطين جدول، والجدول بينفذ بشكل كامل في الحقيقة، وبنشوف نظام كبير جدا في الدوري الإنجليزي. نفسي بصراحة إن الدوري المصري، مش عايز أقول يبقى زي الدوري الإنجليزي عشان ما بالغش يعني صعب قوي، لكن نحاول كده نقلد نغش منهم كده شويه، نحاول نعمل حاجات تعلي من قيمه الدوري المصري الفنيه والاقتصاديه والتسويقيه وكل حاجه. ماشي، اخبار الاهلي في الصحف النهارده نشوف. مجله الاهلي، تاج الاميره السمراء ينتظر الفارس الجديد، صراع الابطال في دور الثمانيه، والاهلي ملك ملوك افريقيا. في الأخبار، قرعة مثيرة في دوري الأبطال، الأهلي يواجه سان داونز وفي طريقه النجم والوداد، الزمالك يصطدم بالترجي وينتظر مازيمبي أو الرجاء.
الأخبار المسائية، فك العقدة الأهلي وبيراميدز، مواجهة كلاسيكية مثيرة بأهداف متنوعة. مجلة الأهلي 7:30 مساء اليوم، البطل يعود للدوري، أهلي الانتصارات يتحدى بيراميدز. المساء الأهلي جاهز لبيراميدز، فايلر يدفع بالقوى الضاربة لتحقيق الفوز، والكرواتي يسعى لإيقاف انتصارات الأحمر. روزا يوسف في ختام الجولة 16، الأهلي يخشى توقف أرقامه القياسية أمام بيراميدز، فايلر يحذر من خطورة بيراميدز، وتشاكيتش يغير طريقته لمواجهة المتصدر. اليوم السابع الأهلي يتحدى بيراميدز في موقعة تأمين القمة والثأر الليلة، فايلر يحشد أسلحته الضاربة ويراهن على أفشة وباجي ومعلول، وصاحب الأرض يتطلع لمواصلة التفوق ضد الأحمر في غياب السعيد. الجمهورية اتفاق بين الخطيب وفايلر على تجديد التعاقد. الدستور الجونة شريف إكرامي خارج الحسابات، اليوم الأهلي يسعى للثأر من بيراميدز، ورمضان صبحي ينفي تجدد إصابة العضلة. بالمناسبة في مباراة أخرى في الدوري المصري النهاردة ما بين المصري البورسعيدي وطنطا، 1-0 لطنطا، وأعتقد في الدقيقة 30 أو 31 من أحداث الشوط الأول، ده بخلاف طبعا مباراة الساعة 7:30 ما بين الأهلي وبيراميدز. نبتدي بالأخبار، جريدة الأخبار قالت إيه؟ قالت إن بتعلق يعني على قرعة دوري أبطال أفريقيا بالتحديد، قرعة ربع النهائي، وقالوا ان هي قرعه مثيره في دوري الابطال، الاهلي يواجه صن داونز، وفي تركو النجم والوداد، والزمالك يصطدم بالترجي، وينتظر مازيمبي او الرجاء، واحنا شرحنا لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بهذه القرعه. وزي ما قلت لحضراتكم المباريات كلها هتبقى غايه في الاثاره والمتعه، يعني انت ممكن كاهلاوي تبقى عايز تتابع مباراه الاهلي وصن داونز، ده الهم الاول بالنسبه لك، لكن هتبقى حابب كمان ان انت تتابع المباريات الاخرى لان هي ايضا مثيره جدا على غرار مباراه الاهلي وصن داونز. نفس الحال بالنسبه مثلا واحد زملكاوي او واحد بيشجع الرجاء، واحد بيشجع الترجي، كله هيبقى عايز يتابع دور الثمانيه، لان المباريات كلها ضرب نار في الحقيقه. يعني الاهم بالنسبه لنا ان شاء الله الاهلي يكون موفق ويتاهل لنصف النهائي. الاخبار المسائي بيتكلموا عن مباراه الاهلي وبيراميدز، ويعني بيتطرقوا لموضوع العقده ومش العقده، وان الاهلي يعني بقاله فتره ما بيكسبش بيراميدز، وبيراميدز اخر 3 مباريات كاسب الاهلي 2 في الدوري و1 في الكاس، وقبليهم كمان مباراه كانت مع اسيوطي في الكاس برده على ما اتذكر يعني. فالموضوع مش كده، يعني مش موضوع عقده ولا حاجه، كان عدم توفيق بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا فريق بيراميدز فريق قوي بامكانيات قويه وكل حاجه، ما حدش يقدر ينكر كده، لكن هي مباراه بحسابات مختلفه، ومواجهه فعلا كلاسيكيه مثيره باهداف متنوعه، بتتمثل في حسابات رقميه مثلا، حسابات المراكز بالتحديد لبيراميدز اللي بيحتل المركز الرابع تحديدا حتى الان، يعني بيراميدز مثلا ايه المركز، لا المركز الخامس كمان، قبلهم الاتحاد الاسكندري، لعبوا 15 مباراه فازوا ب7 وتعادلوا في 5 وخسروا 3، فبالتالي عندهم 26 نقطه فارق النقاط ما بين الاهلي وبيراميدز قبل هذه المباراه 10 نقاط، ان شاء الله يبقوا فارق 13 نقطه بالنسبه للنادي الاهلي. فدي حسابات رقميه بالنسبه لبيراميدز، او حسابات المراكز بالنسبه لبيراميدز، وخصوصا ان هم لو فازوا يقدروا يتخطوا نادي الزمالك، يبقوا 29 نقطه، الزمالك في المركز الثالث، فممكن بيراميدز لو فازوا يبقوا في المركز الثالث، دي من ضمن حساباتهم ايضا. لكن حسابات النادي الاهلي معروفه دايما هو الفوز بشكل جيد في مباراه اليوم عشان تحافظ على الصداره وتسعى للارقام القياسيه، مش هدف اساسي للارقام القياسيه، لكن هي بتجيلك واحده واحده كده ايه في سكتك. طيب قبل ما نروح لخبر اخر خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. نكمل اخبار الاهلي في الصحف ونروح لجريده المسا تحديدا، واللي بتتكلم عن الاهلي جاهز لبيراميدز، طبعا الاهلي جاهز بشكل تام لهذه المباراه، مباراة مهمة واكيد في مشوار النادي الاهلي المحلي مركز عليها الفريق بشكل كبير، وخصوصا ان بيبقى احد العقبات بالنسبة لك الاسماء الكبيرة طبعا زي البيراميدز، الزمالك، الاسماعيلي، المصري، الفرق دي سموحة طبعا من الفرق برضو، الاتحاد نفس الحال، فبيراميدز احدى هذه الفرق اللي انت بتحاول تتخطاها وتفوز عليها في مباراة اليوم عشان تاخد خطوة جديدة في بطولة الدوري. فايلر يدفع بالقوة الضريبة لتحقيق الفوز. في الحقيقة قائمة النادي الاهلي ما شاء الله لا قوة الا بالله، كلها لاعبين بيمثلوا قوة ضاربة للفريق،
فاي حد هيلعب يعني اكيد ان شاء الله يكون ليه دور كبير في فوز النادي الاهلي، واكيد هو لاعب مهم. الكرواتي يسعى لايقاف انتصارات الاهلي، واحنا عارفين المدير الفني الكرواتي تشاتيتش مدير فني مميز، وواضح من ادائه مع بيراميدز على مدار الفتره اللي فاتت من ساعه ما تولى المسؤوليه سواء على مستوى الافريقي او مستوى المحلي، واضح ان ليه بصمه جيده، فايضا من هنا جايه صعوبه هذه المباراه. ان شاء الله الاهلي ينجح في التعامل مع هذه المباراه. نروح لروزا اليوسف واللي بتتكلم عن ايه، بتقول في ختام الجوله ال 16 الاهلي يخشى توقف ارقامه القياسيه امام بيراميدز، ودايما عايزين ناكد على حضراتكم ان موضوع الارقام القياسيه ده ما بيشغلش بال الجهاز الفني واللاعبين على قد ما بيشغل بالهم هو الفوز بشكل اساسي، وبعد كده تفكر بقى في ايه، تفكر في الارقام القياسيه دي ممكن ان شاء الله لوحدها كده تيجي. احنا لو وصلنا 13 انتصار ده امر مميز جدا، وبعد كده تخش على ايه، ممكن توصل لرقم 17 كما مستر مانويل جوزيه موسم 2004-2005، هتبقى حاجه جيده، والاهلي ماشي بخطه ثابته نحو هذا الرقم يعني. طيب ده فيما يتعلق بايه، بروزل يوسف. تعالوا نروح لليوم السابع واللي بتتكلم على ان الاهلي يتحدى بيراميدز في موقع تامين القمه ولا ثار. هي القمه حتى لو لا قدر الله الاهلي خسر مباراه اليوم لا قدر الله يعني، فالقمه مؤمنه يعني، انت فارق النقاط ما بينك وما بين المركز الثاني يعني تقريبا بالظبط حوالي اربع نقاط مع المقاولين، ولعب المقاولين كمان اكتر منك اربع ماتشات، فيعني ان شاء الله القمه مؤمنه يعني. كان مهم قوي طبعا ان انت تفوز في مباراه اليوم، وبخلاف ان هي مباراه ثار مش ثار ولا حاجه، انت مباراه بثلاث نقاط مركز عليهم وده الأهم. فايلر يحشد أسلحته الضاربة والكل موجود والكل جاهز، ويراهن على أفشة وبادجي ومعلول. الناس بتتوقع برضو أن أفشة أو بالتحديد بادجي هيبتدي هذه المباراة، وده الأقرب حتى هذه اللحظة. الله أعلم مستر فايلر في دماغه إيه، هنشوف مع إعلان التشكيل. صاحب الأرض يتطلع لمصر التفوق ضد الأحمر في غياب السعيد. في الحقيقة غياب عبد الله السعيد هيكون مؤثر بالنسبة لهم، لأن عبد الله السعيد لاعب كبير وهداف الدوري هذا الموسم ولاعب مميز، فطبعا غيابه عن فريق بيراميدز هو العقل المفكر لفريق بيراميدز في الحقيقة، هيكون مؤثر بالنسبة للمستوى الفني لهذا الفريق. لكن الأهلي دايما مركز في الفريق ككل اللي أنت هتلعبه بغض النظر من العناصر اللي غايبة من المنافس يعني، ده الأهم. خلينا نروح للجمهوريه بتتكلم في موضوع تاني خالص خالص يعني بعيد عن المباراه النهارده، وبتقول لك ايه، اتفاق بين الخطيب وفايلر على تجديد التعاقد. يا جماعه الموضوع ده سابق لاوانه ومش وقته خالص، الوقت طبعا يحدده مجلس اداره النادي الاهلي، يحدده الكابتن محمود الخطيب، ده امر مفروغ منه، لكن دلوقتي التركيز كله سواء مستر فايلر او مجلس اداره النادي الاهلي على التحديات المقبله بالنسبه للفريق. التوقيتات المناسبه دايما بيختارها المسؤولين في النادي الاهلي، سواء لتجديد عقد مستر فايلر مثلا لو في قرار بكده، او لتجديد عقد بعض اللاعبين، دايما الموضوع مرتبط بتوقيت معين يكون مناسب للفريق عشان ما يشتتش اذهان اللاعبين او الجهاز الفني بعيد عن التحديات والاهداف الاهم والاسمى بكل تاكيد. طيب تعالوا نروح للدستور، وبتتكلم عن اكرامي وان التصريحات يعني عن المسؤولين الجونة بيقولوا ان شريف اكرامي خارج الحسابات، والكل بيتكهن ان شريف اكرامي يعني طالما اعلن ان هو هيمشي النادي الاهلي فممكن يروح الجونه او حاجه، مش شرط يعني عامه والله اعلم، مش شرط كمان هو يمشي من النادي الاهلي، هنشوف خلال الايام اللي جايه يعني. اليوم الاهلي يسعى للثار من بيراميدز، اتكلمنا فيها. رمضان صبحي ينفي تجدد اصابه العضله، وده احنا اتكلمنا فيه امبارح واكدناه بشكل كبير جدا، وان شاء الله رمضان يعود قريبا للنادي الاهلي عشان يكون جاهز لكل المباريات الهامه على مدار هذا الشهر تحديدا، وما تبقى من مشوار محلي وافريقي على مدار الاشهر القادمه باذن الله تعالى. اخبار الاهلي في المواقع، يلا. في الجول ابراهيم نور الدين يدير قمه بيراميدز والاهلي. اليوم السابع وائل جمعه اليو ديانج ابرز مفاجات فايلر مع الاهلي. سوبر كوره مواجهه الاهلي وصن داونز في عيون الصحف في الجنوب افريقيا. صدى البلد صن داونز يكشف كيف يستعد النادي الاهلي. واخيرا 1-3 الاهلي يعلن تمسكه بالاربعه الكبار وجلسه لتجديد العقود. في الجول سريعا نقول بالتحديد حكام مباراه اليوم، ابراهيم نور الدين حكم ساحه هيعاونوا كل من احمد حسام ومحمود ابو الرجال،
والحكم الرابع هيكون عمرو الشناوي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في مباراه اليوم بالتحديد. يعني كابتن ابراهيم نور الدين مع كامل احترامنا طبعا وتقديرنا ليه يعني، لكن دايما بيبقى المباريات اللي بيقودها بيخرج بعديها ازمات كتير بخصوص المباراه وكلام من ده. نتمنى ان هو يتفادى كل هذه الجوانب وان هو يكون موفق في مباراه اليوم ما بين الاهلي وبيراميدز باذن الله. تعالوا نروح لليوم السابع وكابتن وائل جمعه واللي بيتطرق لأليو ديانج بيتكلم عنه في تويتر على حسابه الشخصي على تويتر، واللي بيتكلم بيقول ان أليو ديانج ابرز مفاجات فايلر مع الاهلي وهو بيشيد بيه. طبعا كابتن وائل جمعه اسطوره كبيره جدا في كره القدم الافريقيه والمصريه، واسطوره كبيره كمان في خط دفاع النادي الاهلي، من اللعيبه اللي صعب يتعوضوا يعني. فلما تلاقي واحد زي ده بيتكلم فني فلازم نسمعه في الحقيقه. وهو اتكلم على أليو ديانج بيقول ان هو لعيب مميز جدا واحد اهم وابرز مكاسب النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت مع مستر فايلر، خصوصا ان هو لعيب عنده سرعه في الارتداد وقطع الكرات بشكل مميز وافساد الهجمات، وكمان بيحاول وبيساهم في بناء الهجمات بالنسبه للفريق. ففي الحقيقه فعلا أليو ديانج من اللاعبين المميزين على مدار الفتره اللي فاتت، واكيد اشاده كابتن وائل جمعه بيه حاجه مميزه جدا. سوبر كوره، الكلام على مباراه الاهلي وسان داونز وصحف الجنوب افريقيه كيف تناولت نتيجه القرعه وهذه المواجهه. يعني صحيفه سوكر لاروما قالت ان البرازيليين في مواجهه او في مواجهه عملاق مصر قصدهم على النادي الاهلي طبعا، والبرازيليين اللي هم طبعا سان داونز وده اللقب بتاعهم في جنوب افريقيا وفي القاره بشكل عام، لان هم بيرتدوا زي منتخب البرازيل وايضا بيمتازوا مهارات وسرعات مميزه جدا في الحقيقه. فبيتكلموا يعني عن هذه المواجهه من خلال هذا العنوان. كمان صحيفه سواتن لايف قالت ان الاهلي سيسعى للانتقام من برازيل لجنوب افريقيا، والكل بيتكلم في هذا الاتجاه يعني ان الاهلي دي من فرصه بالنسبه له ان هو ينتقم او يرد اعتباره من خلال الفوز على سان داونز. واحنا برضو وضحنا لحضراتكم في اول الحلقه الاهداف دايما بتبقى عباره عن ايه والتفكير جوه النادي بيبقى ازاي. التفكير في ان انا ارد اعتباري بالفوز والتاهل، مش بعدد وافر من الاهداف وكلام من ده، انا بس عايز اتاهل من خلال فريق اقصى النادي الاهلي السنه اللي فاتت بشكل كان سيء طبعا بالنسبه لنا، لكن ايا كان المهم ان انت تتاهل من خلاله باي طريقه من الطرق، نتيجه كبيره نتيجه قليله مش مهم، المهم ان انت تصعد دور نصف النهائي. صحيفه تايمز الجنوب افريقيه قالت ان القرعه منحت الاهلي فرصه للانتقام، طبعا كله بيتكلم في هذا الاتجاه برضو. و سيتيزن صحيفه سيتيزن نفس الكلام، يعني مباراه مرتقبه والكل هيتابعها اكيد في قاره افريقيا. ده فيما يتعلق باخبار الاهلي في المواقع. دي كانت بعض الاخبار بالتحديد تتعلق بالنادي الاهلي في قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا ودور الثمانيه. والاهم بالنسبه لنا بقى التحدي بتاع النهارده مباراه بيراميدز. الاهم ان شاء الله ان الاهلي يكون موفق في هذه المواجهه، يقدر يفوز ويتخطى عقبه بيراميدز، يبقى انتصار رقم 13 وتركز بعد كده في طلائع الجيش، تخلص بشكل جيد على مدار هذا الشهر بعض المنافسات المحليه تتعلق بالدوري، تتفرغ للسوبر المحلي وبعد كده تتفرغ لمباراه سان داونز. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي على مدار شهر فبراير باذن الله بدايه من يوم ومباراه بيراميدز. ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا يوم السبت باذن الله. نبارك لبعض فوز النادي الاهلي على بيراميدز، استنونا في حلقه جديده باذن الله. الى اللقاء.